connective tissue او يصير بالنهاية عندي عبارة عن scar tissue. طبعا الخلايا اللي موجودة بالتشو ايضا راح يحتمل انه راح يصير هذا ينطيني regeneration او ما راح ينطيني. هو المين objective للهيلينج بروسيس حقيقة هو يصير filling للgap created by tissue destruction and to restore the structural continuity of the injured part and structural function. زين والتشو ريجنريشن راح يصير بما معناه ريستوريشن المن قلت لكم نورمال ستراكشر منو فانكشن باي بروليفريشن اوف منو الاجس اند سرفايفنج سيل. فلذلك لازم يكون التشو قريب على الانجري هو تشو يكون سليم وهيلثي حتى يقدر ينطيني الريجنريشن. وطبعا الريجنريشن يصير بنسميه احنا لبايل تشو such as GIT والسكن. ايش قلنا احنا تذكرون محاضراتنا؟ قلنا الانتستين زين GIT والسكن مو بيها دائما ريجنريشن. فهذه انواع من التشو بالجسم هي عندها قابليه على انه يسوي ريجنريشن. بعد منو عنده قابليه يسوي ريجنريشن؟ حكيناها احنا السكن. عافيه عليك الليفر وياه بعد منو؟ وياه بقيه البارنكايمال سيلز. زين مو الكدني، الليفر، السبلين، البنكرياس او الادرينال جلاند. هذه كلها اذا صار فيها سيلولر انجل في جزء من الخلايا مالتها عندها قابليه على انه شو تسوي؟ تسوي ريجنريشن. اكثر واحد واسرع اورجن واللي هو اسميه عنده الكاباسيتي انليمتد اسميها انليمتد واسميها يونيك منو؟ هاي بعدنا احنا بالريجنريشن. وقلت لكم طبعا لازم يكون التشو القريب هو المتبقي حول الخلايا هو يكون نورمال من الستراكشر والفانكشن. لما ما يصير عندي ريجنريشن ايش قلنا؟ ريبليسمنت او الهيلينج بروسيس تكون عباره عن شنو؟ ريبليسمنت باي كونكتيف تشو. الكونكتيف تشو منين يجي؟ الكونكتيف تشو عباره عن اكيوميشن اوف كولاجين وايضا وياها بعد سيلولر ماتيريالز حتى تسبب لي تشكل لي ماتريكس ويا الكولاجين حتى احصل كونكتيف تشو حتى اوصل للستار فورميشن. الكونكتيف تشو والكولاجين هذا يجيني من خلايا متخصصه بالجسم اسميها الفايبرومس. تمام؟ فالكي سيل السيل اللي عندها امبورتنت رول بالوونت هيلينج بالكونكتيف تشو ريبليسمنت هي الفايبرومس. فاذا هذا راح يجي فايبروس تشو هذه راح انتهي مثل ما قلت لكم بالستار فورميشن. فايبروسز يعني كولاجين يجيني بعد الانجري او بعد الكرونيك انفلاميشن راح نحكيها ان شاء الله الاسبوع الجاي مال كرونيك انفلاميشن شلون يصير الـ يعني الهيلينج بالستار فورميشن. اذا صار الفايبروسز انتبهوا علي فايبروسز شنو يعني قلت؟ من يا خلايا تشتغل؟ يا خلايا تشتغل بالفايبروسز؟ فايبروبلاست. يا خلايا ايش تنطيني؟ كولاجين تنطيني كولاجين وتنطيني بعد السيلولار ماتيريالز اللي تسبب تشكل لي هذا الكونكتيف تشو. هذه العمليه كلها اسميها فايبروسيس اوصل نهايتها الى السكار تشو. ليش انا دا يصير عندي هذه الهيلينج بروسيس؟ لان التشو هو ما عنده قدره ما عنده كاباسيتي على انه يسوي شنو؟ ممتاز ريجنريشن. فاللي يصير راح يصير عندي ريبليسمنت باي كونكتيف تشو. بعض الاحيان يصير الفايبروسيس في التشو يكون موجود بكافيتي مثل البريكارديوم والبريتونيوم واذا وياه انفكشن انتبهوا علي اذا اكو انفلاميشن بعد الانفكشن اللي صايره شو يصير؟ يصير اكزوديت فورميشن راح نحكيه زين ان شاء الله الاسبوع الجاي. شنو هذا الاكزوديت فورميشن؟ تجمع سوائل مواد وسوائل اضافيه تجي نتيجه الانفلاميشن اللي صاير بعد الانفكشن واني عندي هو يعني هيلينج عندي هيلينج دا يصير. فمن يصير عندي هيلينج هيلينج باي كونكتيف تشو كولاجين ويا الاكزوديت ايش راح يصير؟ هذه المادتين من راح تنوجد بالبريتونيال مثلا بالبريتونيال كافيتي خصوصا بعد الانفلاميشن الانفكشن والسيرجيكال اوبريشن من يقطعون بالبطن صح؟ من يسوون مثلا سيزيريان من يسوون عمليات مال الليفر وغيرها وغيرها شو يسوي؟ هو يسوي جرح. هذا الجرح شو يصير فيه؟ شلون يصير الهيلينج ماله؟
السيل ريجنريشن عفية ريبليسمنت باي كونكتيف تيشو شو يصير عندنا؟ جسم يسكر تمام؟ هنا اذا صار اكو يا انفكشن واكو صاير انفلاماتوري اكزوديت راح يصير عندي ارتباط بالكولاجين وهذه الاكزوديت وراح اشوفها تسبب ادهيجن وين تسبب ادهيجن بالبريتونيال كافيتي. ممكن هذه الالتصاقات تتداخل ويا حلقات او التفافات الانتستين وتسبب لي انسداد. زين وعندنا بعد بالبريكارديوم، بريكارديوم مش عندي انا؟ البريكارديوم يصير فري لايرز فرايتال فيزيرال فايبرز. هذه الكولاجين والاكزيليت راح تسوي اتاتشمنت بين البرايتال والفيزيرال تمام. هذه راح تسبب لي هذه الالتصاقات او الاتاتشمنت. الكولاجين ديبوزيشن او كولاجين اكيوميشن اللي يصير اللي راح تنتج الفايبروبلاست بحاله الهيلينج بعد الانجري اللي دا يصير هذا او تشو ريبير هذا. زين هذا الثريدز او الستريكس اوف كولاجين. عندنا 3 فيزز اوف التشو ريبير اوف كونكتيف تشو ديبوزيشن اللي هي نمبر 1 هو الانجيوجينيسيس والجرانوليشن تشو فورميشن هاي رقم 1. رقم 2 راح يصير عندي اميجريشن للفايبروبلاست وديبوزيشن اوف اكسترا سيلولار ماتريكس. ايش قلت لكم قبل شويه؟ فايبروبلاست هي خلايا اللي راح تنتج لي شنو؟ الكولاجين اللي هو الاساس في تكوين الكونكتيف تشو. ايش قلت لكم بعد احتاج وياه؟ الاكسترا سيلولار ماتريكس. هذه ايضا هي راح تنتجها منو؟ تنتج اياها الفايبروبلاست. فاول شيء هسه راح احكي لكم عن الانجيوجينيسيس، بعدين الاميجريشن هذا من صار عندي انجري من صار عندي مود راح تجي منه لازم الخلايا اللي لها الدور الاكبر هي الفايبروبلاست. لذلك اسميها الاميجريشن اوف فايبروبلاست تجي تهاجر وتجي تقعد بهذا السايت تنطيني وايضا وياها الديبوزيشن اوف اكسترا سيلولار ماتريكس. وعندي اخر شيء الماتوريشن او الدفرنشيشن اللي اسميه ريموديلنج. ايش راح يصير وراح نحكيها بعدين؟ راح يصير هذه الكومبارتمنتس اللي جت الكولاجين الاكسترا سيلولار ماتريكس راح تشكل نفسها وترتب نفسها از كونكتيف تشو. واضح؟ هذه الثري فيزز اوف الريبير التشو ريبير. طبعا يبدي ب 24 ساعه خلال بالبدايه راح تجي الفايبروبلاست تجي والاندوثيليال سيل يصير فيها بروليفريشن. خلال 3 الى 5 ايام راح يصير عندي سبيشال او سبيشالايز تشو اسميه جرانيليشن تشو راح يظهر. الجرانيليشن تشو هو عباره عن شو؟ جبت الفايبروبلاست صار عندي جرانيليشن تشو. جرانيليشن تشو هو عباره عن كونكتيف تشو شبيه راح يكون انريشت وذ تايني بلاد فاسلز. شنو معنى انجيوجينيسيس؟ انجيوجينيسيس فورميشن اوف نيو بلاد فاسلز. انجيوجينيسيس فورميشن اوف نيو بلاد فاسلز راح تشوفون هذا الترم وين ما راح تروحون تقرون عن الدرس. اول بدايه التشكل مال او الديفلوبمنت مالته هو لازم اكو نيو بلاد فاسلز. ليش؟ هاي الخلايا الجديده اللي تتكون ما تحتاج لها تغذيه. فالتغذيه الموجوده باي تشو بادي يصير بي تيومر بادي يصير تيومر فورميشن. التغذيه الدمويه اللي موجوده ما تكفي عدد الخلايا الكبير اللي صار. لذلك ايش يحتاج؟ يحتاج تغذية دموية أعلى. منين يجيبها؟ من نيو بلاد فاسل تدخل تمام تجي سيبها للبلاد فاسل وراح تجي تفيد. فبحالة الكونكتيف تشو أنا بالبداية أحتاج فاسكولاريزيشن أحتاج. ليش؟ لأن أحتاج تجي خلايا للمنطقة. الخلايا شلون تجي؟ عن طريق البلاد مو صح؟ عن طريق البلاد. فيصير عندي أنجيوجينيسيس ومثل ما قلت لكم الفايبروبلاست موجودة راح تبدي بالكولاجين ديبوزيشن وراح يصير عندي هذا التشو الجديد. الجرانيوليشن مثل ما قلت لكم هو عباره عن او الجرانيوليشن تشو هو عباره عن كونكتيف تشو. نعم ها ما سجلتوا؟ انتوا قاعدين بوادي اخر. اكو هذا الجرانيوليشن تشو قلت لكم كونكتيف تشو انريتش وذ تايني كابيلاريز راح تكون. وهذه بعدين كلها بالنهايه تنتهي الا انه يصير عندي سكار فورميشن. هذا الجرانيوليشن تشو هذه الثين وولد كابيلاريز اللي قلت لكم عليها وهذه الفايبروبلاست وهاي الانفلاماتوري سيلز.
هذه كلها تجي ويا البلاد سبلاي الجديد اللي دخل للمنطقة. هذا الجرانيوليشن تشر، تمام؟ هذا شكله. ليش صاير لونه أحمر؟ بلاد سبلاي أو بلاد فازل؟ عفية. هذه النيو بلاد فازلز الثين كابيلاريز اللي تشكلت بالمنطقة وبعد الانجري، هذه هي نقطتني هذا اللون الأحمر، وراح نشوف شلون بعدين تتغير. بالنهاية أوصل لمن؟ أوصل للسكار تشو. هذه صورة، هذه صورة طبعاً للكوتينيوس حقيقة الموند، زين؟ لأن هسه راح نبدي نحكي عنه بالكتاب مالتنا، نعطينا مثال على الكوتينيوس موند وراح نشوف شنو اللي راح يصير. طبعاً هنا أنا مثل ما قلنا، أما راح يكون both epithelial cell regeneration and formation of connective tissue، تمام؟ يعني أني راح يصير regeneration للepithelial cells، لكن ما راح أقدر أوصل للسكين مثل ما كان هو، يصير وياها شنو؟ وياها سبانر. واضح؟ إذا صار regeneration لكل الخلايا اللي كان بيها injury، أني أرجع إلى normal skin. لكن إذا ما راح يصير regeneration لكل الخلايا اللي صار بيها injury، راح يصير regeneration للفايبروبلاست اللي راح تنطيني الكولاجين والإكستراسيلولار ماتريكس، وراح يصير شنو عندي؟ راح يصير كونكتيف تشو اللي أوصل بيه وين؟ راح يصير أوصل للسكين. تمام؟ هاي بالنسبة للموند اللي يصير يعني كوتينيوس موند. الهيلينج طبعا بالسكين تنتبهون يكون عندنا تو بروسيس تصير او تو فيزز، اما ايذر اور، اما اسميه برايمري انتنشن اما اسميه سكندري انتنشن. البرايمري انتنشن شنو؟ لما يكون الاكسجين بسيط ولما تكون الايدجز مال الموند قريبه واحده على الثانيه. فمن يصير سوتشرينج، من يصير يسوون هاي الستيجز القليله، يجي يحط له واحده اثنين ثلاثه، زين؟ من يخليها خلاص هو قرب الايدز ورجع النمو مع الخلايا والبروليفريشن وبدا يصير الكونكتيف تشو، بعدين ايش راح يصير مكانها؟ راح يصير سكار، صح؟ زين. اذا صار يكون الجرح عميق وصاير اكو تشو لوس، هسه انا حكيت لكم والحافات الجرح قريبه، هذه ما صاير عندي تشو لوس، ماكو فت قطعه من السكين ولا الابيدرمس ولا هاي فاقدتها. زين، اذا كان اكو فقدان راح اسميه سكندري او سكندري انتنشن، هذا يحتاج وقت يصير سوتشرنج ويصير كونكتيف تشو ويصير سكار فورميشن، لكن يحتاج وقت اطول، بتكون العمليه هي راح تكون ابطا. هذه الصورة تشوفون هنا صايرة الستيتش موجودة، تمام؟ هذا سوتشرنج صاير، هنا ماكو تشو لوس، هنا ايش عندي؟ شوفوا هاي منطقة كاملة فيها التشو لوس، زين؟ فاقدين من عندها ال، هنا نشوف ماكو أي فقدان هناك، فهذاك ياخذ وقت أطول. الفيزز مالته 3 فيزز، تنتبهون علي، انفلاماتوري، بروليفراتيف، والماتوريشن ريمودلينج. ريمودلينج خلوها بالكم هو ترتيب الستركتشر مال الكونكتيف تشو اللي تكون حتى يصير بالنهايه عندي سكار. اول شيء الانفلاماتوري، طبعا هي هذه الديوريشن مال كل فيس تعتمد على الموند نفسه، الموند اذا كان قوي، الاكسجين عميق، هذه كلها تعتمد وياها. احتاج الهيلينج انفايرمنت. شنو الهيلينج انفايرمنت؟ اني اريد يكون الجرح مالتي نظيف، سامعين؟ جرح نظيف. إذا جرح شبه، إذا جرح توسخ وما يعني عامية، هذه شو يصير عندنا؟ يصير عندنا انفكشن، صح؟ شنو هذا الهيلينج انفايرمنت؟ الهيلينج انفايرمنت تنطيني إياه أول فيز اللي هي الانفلاماتوري فيز، يقول هذه كريتيكال بيريود. ليش؟ لأن هي راح تنطيني الهيلينج انفايرمنت اللي أو يعني الانفايرمنت الصحيحة اللي ما فيها مشكلة فور هيلينج. هنا ايش أحتاج؟ أحتاج ما عندي انفكشن، أحتاج ما عندي الفورن انتيجينز اللي ممكن تسبب لي امبيرمنت في عمليه الهيلينج، احتاج ما تكون موجوده. هذا شلون؟ هذا راح يصير بعمليه الانفلاماتوري او الانفلاماتوري فيز. شو يصير عندي؟ يصير عندي 3 كريتيكال بوينتس او ستيبس اللي هي هيموستاتيك بروسيس، فاسكولار فيز، والسيلولار فيز اوف انفلاميشن. الهيموستاتيك والفاسكولار هي لها علاقه بالبلاسما، تمام؟ أول ما يصير الانجري، أول ما يصير، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بلود فورميشن، أول ما يصير مباشرة. البلود فورميشن شلون يصير؟ تبدي يصير اكتيفيشن للبليتلت، صح؟ وتبدي تسوي بلوتينج،
وياها بعد شنو يكون هذا بسبب الفازو كونستريكشن. شلون تتجمع البليتلت؟ شلون تتجمع وتسوي بلود؟ يصير عندي فازو كونستريكشن، صار بلود غلقت اني الجرح مالتي، ايش راح يصير بعدها؟ راح يصير فازو دايليشن. ليش؟ انا اريد اجيب بلاد للمنطقه. ليش؟ انفلاماتوري فيز. من اقول انفلاماتوري فيز يعني عندي انفلاماتوري سيلز. مين تجي الخلايا؟ يجيبها البلاد، مو صح؟ تمام. فبعدين راح يصير عندي هذا الدايليشن بالكابيلاريز ويزيد البيرميابيلتي مالتها، وطبعا البلازما وبلاد كومبوننتس حتى تجي للمنطقه. السيلولار فيز اوف انفلاميشن، شوفوا اخر فيز الانفلاماتوري فيز او اخر سوري ستيب، ايش راح يصير عندي؟ اريد خلايا مناعيه. ليش؟ فاغوسايتس. ليش؟ نيوتروفيل ماكروفاج. ليش؟ قلت بالبدايه الانفلاماتوري فيز شو يفيدني؟ يفيدني يعطيني الانفايرمنت الصحيحه للهيلينج، فراح يخلصني من منو؟ من الانفكتد سيلز، البكتيريا وغيرها اللي صايمه الخلايا، ويخلصني من الدبريز وكل هذه الامور اللي وفايبرين والاكسترا سيلر دبريز قلت لكم والاذر فورن ماترز اللي موجوده، حتى شو يصير عندي؟ حتى يصير عندي الجود انفايرمنت فور مفهومه؟ فليش هو مهم الانفلاماتوري فيز؟ الفيز الثاني هو البروليفراتيف. من اسمه شنو بروليفراتيف؟ تكاثر المن للخلايا. من الخلايا المهمه؟ يا خلايا مهمه بالهيلينج اللي تنطيني الكولاجين، منو؟ فايبروبلاست، صح؟ زين، فانا راح يصير عندي وابيثيليال سيلز اكيد، فهنا راح يصير عندي بروليفريشن لها. طبعا يومين الى ثلاثه راح يصير اليوم الاول الانفلاماتوري فيز، بعدين يومين الى ثلاثه راح يصير عندي البروليفراتيف، ممكن يستمر الى ثلاث اسابيع. تمام. البرايمري بروسيس بهذه الفتره خصوصا راح يصير بولدنج، هو طبعا النيو تشو مثل ما قلنا يسوي فولينج للوند سبيس. الكي سيل هي الفايبروبلاست، راح تبدي تسبب لي كونكتيف تشو سيلز اللي تنطيني كولاجين، وايضا اذر انتر سيلولر اليمنتس نيدد فور ووند هيلينج، هاي قلت لكم عليها. والفايبروبلاست ممكن تنطيني فاميلي اوف جروث فاكتور. ليش احتاج الجروث فاكتور؟ احتاج انمي الابيثيليال سيلز، واحتاج بلاد بازل جديده، فهذه كلها منو يكون مسؤول عنها؟ الجروث فاكتور. منو يسوي لي اكتيفيشن للجروث فاكتور؟ منو؟ الفايبروبلاست. مفهوم؟ لو اكو احد عنده سؤال انتم شو مو جاي؟ يعني. ها؟ جاي؟ لا زين فهذه راح تفيدني الويش حتى تنطيني جروث فاكتور الفايبروبلاست، ايضا اضافه للسنثسيس اوف كولاجين راح تؤدي الى الانجيوجينيسيس والبروليفريشن اوف اندوثيليال سيلز والمايجريشن اوف ذا سيلز. تمام. بعد يوم الى يومين، احنا هذاك كله قلنا يوم اول شيء، وبعدين ثلاث الى خمسه ايام، وبعدين احنا يصير عندنا يوم الى يومين بعد الانجري الفايبروبلاست والفاسكولاريزيشن راح تصير اللي هي الاندوثيليال سيلز، وطبعا هذه راح يصير لها بروليفريشن وراح تنطيني جرانيليشن تشو اللي هو راح يكون اساس السكار فورميشن، اساس الكونكتيف تشو، وهذا التشو بالبدايه راح يكون فراجايل. ليش فراجايل؟ بسبب انتشار منه التايني بلاد فازلز، هذه التايني كابيلاريز اللي قلت لكم عليها مساله الانجيوجينيسيس بروسيس، هذه راح تنطيني نيو بلاد فازلز راح يكون موجود بالجرانيليشن تشو، التشو لونه احمر شوفتكم اياه بالسلايد، هذا راح يكون فراجايل. اي طخر، اي طخه ممكن، اي ضربه راح ايش راح يسبب؟ لانه هذا الكابيلاريز الثين كابيلاريز موجوده فولد وذ بلاد، فاي طخه بيه راح يكون هو فراجايل وراح يصير بليدنج. لذلك انا من اوصل للسكار تشو اخر شيء احتاج شنو؟ احتاج السترينث مال السكين مالتي يكون قوي. ليش؟ حتى مو اي ضربه ترجع تفتح السكين ويصير عندي بليدنج. فالجرانيليشن تشو راح يتحول بعدين وراح ننتهي احنا مثل ما قلت لكم بالسكار. طبعا البروليفريشن ديفرنشيشن بعدين كل هذا بالنهايه يصير حتى يكون الابيثيليال سيلز على الايدج حتى تسبب لي سيرفس لاير جديده تشبه السيرفس لاير اللي تحطمت. احتاج من يصير الجرانيليشن تشو من يصير هذا التقارب وايجاد الخلايا حتى تسد الجرح،
احتاج انه يكون اكو مويست انفايرمنت. مويست انفايرمنت اذا صار عندي دراينس، اذا صار عندي دراينس عمليه الهيلنج تتاخر. فهنا هذا الكفرنج اللي يصير كله راح يسوي لي مويست انفايرمنت. شو يصير عندي؟ احنا يصير سيلنج لها للوند خلال يوم او يومين. وطبعا الابيثيليال راح تجي مايجريشن هنا مثل ما قلت لكم، نحتاج انه يصير عندي مويست فاسكولار وود سيرفيس، وهذا راح يكون امبيدد باي دراي او نكروتيك وود سيرفيس. اذا صار عندي البروسيس او صار عندي دراينس راح يصير ديلي. ليش قلت لكم؟ بعمليه الهيلينج الوود هيلينج. ليش؟ يعني الابيثيلايزيشن يعني الابيثيليال سيل فورميشن ومايجريشن راح يتاخر. وطبعا هنا هذا الجرانيليشن تشو لحد ما يتكون يلا يغلق المنطقه، قبل هالمنطقه كلها اكسبوز. لذلك انا احتاج انه اكو يصير سيرفس لاير. طبعا اكو سكاب هاز فورمد اون ذا وون. شايفين احنا من ننجرح كنا يعني ايدنا رجلنا شو يصير فوقها؟ اكو مثل الكرس مثل قشره جوزي. زين هذه ايضا تغلق الجرح، بعدين هذه راح تروح. ليش؟ يعني الابيثيليال سيلز راح يصير لها اميجريشن. يعني ردت الابيثيليال سيلز تجي للمنطقه ردت اغطي. ليش؟ لان يعني الابيثيليال سيلز حركتها والبروليفريشن مالتها يحتاج ويت كونديشن. ويت كونديشن يحتاج جو رطب. اذا كان الجرح مفتوح راح ياخر عمليه الهيلينج وياخر عمليه يعني لجوء الابيثيليال سيلز الى المنطقه. بعد ايش راح يصير؟ قلنا راح تتغطى، وهذه الكراست خلص راح توقع من الجرح مالتي تسقط، يعني ما احتاجها بعد. يعني الابيثيليال سيلز بدت من مكان الجرح تنزل وين؟ للاندر لاين فايبل تشو. فبعد ما احتاج اغطي، بس هي ذيك الفتره غطينا وصار جرانيليشن تشو، وبعدها هذه راح توقع مثل ما قلت لكم السكاب يسموها السكاب ليفتس اوف. يستمر البروليفريشن طبعا، وبعدين يبدا عندي خلاص الفايبروبلاست بدا يصير فيها بروليفريشن. فايبروبلاست موجوده صحيح، موجوده هي بالسكن، لكن انا ايش احتاج؟ احتاج عدد اكبر. ليش؟ لان دا اسوي تشو جديد بدل الخلايا اللي هي كان صاير بيها انجري، فاحتاج اني اسوي بروليفريشن بالفايبروبلاست حتى تنطيني كميه اكبر للكولاجين، حتى اسوي كونكتيف تشو وينتهي بالسكار. تمام؟ فهنا أنا صار عندي البروليفريشن وبدا الكولاجين سنتسيس 5 إلى 7 أيام. هذا الاسبوع الاول الحكي اللي هو الانفلاماتوري والبروليفريتيف فيز، وبعدين هذا ممكن يمتد الى اسابيع، لكن عاده هو ياخذ اسبوع، يمتد الى اسابيع ديبندنج اون وون سايز. وطبعا بالاسبوع الثاني راح تجي الخلايا الدم اللي جتي ويا البلاد سبلاي، ايش راح يصير فيها؟ وصار عندي جرانيليشن، صار جرانيليشن تشو ايش قلت لكم عليه؟ كونكتيف تشو انريتش وذ وات؟ تايني او ثين كابيلاريز بلاد سبلاي. ورا ما صار الجرانيليشن، ورا ما صار الانفلاماتوري فيز، ورا ما صار البروليفريشن فيز، بعد ما احتاج الدم، بعد ما احتاج. زين فهذه الكابيلاريز اللي تشكلت شو يصير فيها؟ اما يصير فيها ثرومبوسز، اما شو يصير فيها؟ يصير فيها ديجريديشن تختفي. تتذكرون الجرانيليشن تشو الصوره شفتوا فيها؟ قلت لكم هذا اللون الاحمر منين جاي؟ من هذه الكابيلاريز صارت. اذا اختفت اللون شو يتحول؟ يصير لون ابيض، لون افتح. لذلك الاسكان من الصير من توقع هاي القشره الجوزي اللي صار يطلع الجلد جواها ابيض، مو ما يشبه بعدين اشعه الشمس وغيرها يصير نفس اللون. تمام؟ واحنا عندنا مثل ما قلنا هذا يصير بلانش، راح تبدي تبيض المنطقه. ليش؟ لان هذه السمول بلاد فازلز صارت ثرومبوسز فيها او صار فيها ديبيشن، وكل الخلايا تروح والاديما اللي صارت. اديما ليش يصير؟ اديما ليش يصير؟ هسه راح نحكي ان شاء الله بالانفلاميشن. اديما يصير ليش؟ بسبب الاكزوديت اللي يصير بعد الانفلاماتوري بروسس. تمام؟ فيكبر حجم الخلايا ستتجمع للسواحل، هذه ايضا تصير. ريمودلنج حكيت لكم عنها، طبعا تبدي بالاسبوع الثاني. فاحنا ايش قلنا؟ الانفلاماتوري فيز الاولى والبروليفريتيف فيز ايش وقت؟ راح تكون بالاسبوع الاول، بعدين الاسبوع الثاني يبدي يختفي الجرانيليشن ويرجع يصير السكن لونه ابيض، وبعدين الريمودلنج اخر فيز اللي راح يترتب بشكل الكونكتيف تشو راح يصير يبدي من الاسبوع الثالث.
شو يصير عندي؟ أنا عندي فايبروبلاست جتي للمنطقة وصار بيها بروليفريشن، زاد عددها وبدأت تسوي لي سنتسيز شنو؟ تسوي لي سنتسيز الكولاجين، صح؟ وبدأ هذا الكولاجين إجا يقعد، راح يجي يقعد هبهزات، يعني ما راح يجي هو منظم، فمكان راح يصير فيه كولاجين زايد، مكان يكون الكولاجين أقل، غيره، فأني أكو كولاجين سنتسيز، بنفس الوقت أكو بروسيس ثانية هي إنزيمات تشتغل على الكولاجين، شنو أسميها كولاجينيزز إنزيم؟ فأي كولاجين زايد شو تسوي؟ خلصي منه وتسوي لي هذا الريموديلينج، تسوي لي الستركتشر اللي نحتاجه. وبالنهاية قلت لكم أني أحتاج راح يصير الأركيتكتشر أوف ستار، وهنا أحتاج أسوي أزيد التنسايل سترينث. التنسايل سترينث شنو؟ يعني الجلد مالتي يكون مشدود حتى ما يكون فراجايل مثل الجرانيوليشن، تذكرون الجرانيوليشن اللي هو كونكتيف تيشو ويا بلاد فيسل سبلاي عالي، ذاك ايش قلت لكم عليه فراجايل، اول ما انطخ نفس المكان يصير بليدنج، بس انا خلص يصير عندي سكار فورميشن، فلازم السلاش تكون هذه قويه. لذلك هذا الريموديلينج هو ايضا مسؤول عنها. اكو فت كونديشن حقيقه هي ابنورماليتي كبير للسكار فورميشن، اسميها فورميشن اوف كيل وويد. كيل وويد فورميشن سكار تيشو عند الافريكانز، ايشيان امريكانز، لاتين امريكانز، هذول الاشخاص اللي عندهم الداركنس بالبشر مالتهم، هذول يكونون عندهم جينيتك بريدسبوزيشن. يعني شنو؟ بالجينات مالتهم اذا صار عندهم سكار فورميشن عبارة اي جرح يصير بالسكن يصير هذه الكريود، يصير انلارجمنت بالسكار، انلارجمنت يصير لونها دار ويصير شكلها مو حلو ولازم يتدخلون، يعني تدخل ضمن الكوزمتيك حقيقه سيرجري، يسوون عمليات تجميل لها. واضافه الى انه تسوي تشوهات ومظهرها مو حلو، ممكن موجوده تكون بالجوينتس وتسوي ديسابيلتيز للموفمنت، تمام؟ طبعا الصور اللي موجوده انا ذكرت لزملائكم لكم نفس الشيء، هاي ابسط ما موجود. والسكار والكليوت بتلاقي كبرها، واللي بالوجه واللي بالرقبه واللي بالصدر واللي بالظهر، زين، ويعني كثير من الاماكن اللي يصير بيها. اخر شيء راح احكي عن الفاكتورز اللي تسوي افكشن للهيرن او التشو، يعني شو تتوقعون؟ هو اي حاجه اي طبعا اكيد، زين، نيوتريشنال اذا اكو انفلاميشن اكو انفكشن، زين، اكو مثلا السبلاي، مثلا اذا بلاد سبلاي قليل يعني اسكيميك كونديشن. فاول شيء نحكي عن النيوتريشن. النيوتريشن احنا نعرف مينرالز فيتامينز بروتينز وغيرها، هذه راح تؤدي الى انه تاخر تسوي سلوينج بالهيلينج بروسيس، هذا المال النيوتريشن سوء التغذيه. البروتين شيء اكثر يسوي لي برولونج للانفلاماتوري فيز اوف ذا هيلينج، الفيز الاول اند امبير فايبروبلاست بروليفريشن، بعدين بالفيز الثاني الكولاجين اند بروتين ماتريكس سنتسيز، احتاج اني الكولاجين والبروتين ماتريكس سنتسيز هو راح يدوني الكونكتيف تيشو، وايضا ياثر على الامبيرنج يسوي للانجيوجينيسيس والوند ريموديلنج. الكربوهيدرات نيدد از انرجي للوايت بلاد سيل، تمام؟ فاذا اكو نقص يعني بما معناه الوايت بلاد سيلز ما راح تقوم بالفانكشن مالتها المطلوبه اثناء عمليه الهيلينج بروسيس. وايضا الفاتس اسينشال اللي هو ميجر كونستيتوينت للسيل ممبرين، يعني هنا تصير عندي خلايا جديده وبروليفريشن، فاذا أنا ما عندي فاتس كافي للخلايا الجديده اللي تتشكل راح بما معناه البروليفريشن راح يتاثر، السنتسيز اوف النيو سيلز. موست فيتامينز تاثر، ايضا الاي والسي عندهم اسينشال رول ان هيلينج بروسيس، فيتامين سي نيدد فور كولاجين سنتسيس، تمام؟ فهي لازم كل وحده نعرف شو تسوي، هذا از نيوتريشنال ستيتس او المال نيوتريشن. وايضا المينرالز عندنا ماكرو عندنا مايكرو، الماكرو مثل الكالسيوم بوتاسيوم صوديوم هذول الكبار، وعندنا الاصغر اللي هم الزنك والكوبر. زنك يعتبر كو فاكتور للري ايبوثلايزيشن، يعني عملية تجدد خلايا الابيثيليا، وطبعا هو يقولون مسؤول مثل ما قلت لكم عن السيل رول فانكشن. البلد فلو والاكسجين ديليفري اكيد اكيد، يعني احنا راح نعرف اذا ما وصل دم للمنطقه ما وصل اكسجين للمنطقه، بما معناه الخلايا والتشو الجديد هذا كله ما راح يتشكل. وطبعا البلد فلو هو جدا ضروري انه تو سبلاي ذا نيسيسري نيوترينتس اند ريموف ذا ريزلتنج ويست،
يعني حتى الويست اللي راح ينتج هو من الخلصي من عند الفاجوسات صح؟ فإذا بلاد سبلاي ماكو أكو فاجوسيتك سيلز؟ ماكو فاجوسيتك سيلز. وأيضا عندنا اللوكال توكسين بكتيريا كلها خلصي من عندها. الأكسجين مطلوب للسينثيسيس أوف كولاجين. مرات يقولون إذا صار أكو قلة بالأكسجين الواصل للتشو زين بما معنى الكولاجين اللي راح تنتج الفايبروبلاست يكون أنستيبل. شنو أنستيبل؟ يعني راح تنتج بس ما راح يبقى بالمنطقة صح؟ يعني هو المفروض ستيبل وأجل وسوت له سينثيسيس راح يصير ديبوزيشن وين بالإنجرد سيلز لما المكان اللي أنا إذا أحتاج أسوي له هيلينج. فإذا كان أكسجين قليل راح يكون أنستيبل كولاجين فيتحرك يمشي ما أحصل. وعندنا اذا كان اسكيميك اكيد راح يكون التشو بيكون انفكتد مور فريكوينتلي دان وود ان وير فاسكولارايز تشو. يعني التشو اللي فيه اسكيميا هذا يوصل له بلاد يكون عرضه للانفكشن اكثر من التشو اللي يكون شنو وير فاسكولارايز يعني الدم اللي يوصل له بالمستوى المطلوب او بالكميه المطلوبه. ليش؟ لان الدم ايش فيه؟ فاجوسايت انفلاماتوري سيلز. فإذا الدم الواصل قليل يعني خلايا مناعية قليلة فهذا التشو يكون عرضة للإنفكشن ولا يكون عرضة للإنفكشن. طبعاً الإنفلاماتوري البرد إنفلاماتوري الإميون ريسبونس كل شيء يؤثر مثل ما كل هذا الحكي اللي إحنا قلناه هو يأثر على الإميون ستيت وأقوى راح يكون الإميون فاكشن فانكشن سوري الديسوردر بالفاجوسيتيك تايبيكس منتس الدي أم أيضاً راح يكون أقوى عندهم نقص بالمناعة therapeutic administration of corticosteroids. تمام؟ زين عندنا ال DM جماعة المرضى المصابين بالسكري وإذا عندي disorder بالimmune function وإذا عندي therapeutic administration of corticosteroid drugs اللي هو الكورتيزون تعرفون يضعف المناعة. طبعا هذا كله راح يصير delay بالهيلينج. وطبعا هذول الدايابيتس اللي عندهم poorly controlled blood glucose level يعني دائما عنده hyperglycemia ال HbA1c مالته عالي كل ما يفحص بعد 3 اشهر كل ما يفحص بعد 6 اشهر يشوفه عالي بمعنى هو ما مسيطر على كمية الجلوكوز اللي عنده بالبلاد. وهنا راح يسوي لي هذا الشيء يسبب delay بالwound healing poor collagen formation و poor tensile strength in diabetes mellitus. لذلك الجرح مع المريض السكري شبي ما ينشف بسرعة صح؟ تشوفون هاي الجرانيليشن تشو ده تبقى عنده أطول فترة المفروض تتحول والمفروض الكابيلاريز اللي تشكلها تتروح تختفي أما يصير لها ديبريديشن أما ثرومبوسيس ليه؟ لأن وجودها يخلي تشو شبي فراجايل ممكن أي ضربة تسبب بليدنج. لذلك نشوف ما ينشف الجرح عندهم احنا بالعاميه نقول ما ينشف الجرح عندهم زين. وطبعا هي اكيد لها علاقه الهايبرجلايسيميا على الفاجوسيتيك فانكشن. هذا الكورتيكوستيرويد اكيد راح يقلل المناعه شلون يسوي ديكريزنج بالبرميابيلتي اوف كابيلاري بالايرلي ستيج اوف انفلاميشن ويسوي امبيرنج للفاجوسيتيك بروبرتي اوف ليوكوسايتس وطبعا انهبيت فايبروبلاست proliferation and function يعني يأثر على الكابيلاريز يأثر على الفايبروبلاست. infection أكيد يعني ما راح أحكي عنها لما يصير infection بكتيريا راح تسوي لي healing وتخلي healing يستمر. لا عشان إيدي شو شيلي إيدي شو بلا زحمة عليك وين قاعدة بنتي أنتي شنو زين يطول عملية الانفلاماتوري فيز اكيد. وطبعا فورميليشن اوف جرانيليشن هذه كلها راح تتاثر. الابروكسيميشن اوف ووند ايج ايضا راح يتاثر لانه اذا اكو انفكشن ما راح تخلي هذا الابروكسيميشن راح يصير سريع وراح يصير بالوقت اللي محدد له. لا راح يتاثر ايضا لانه الابلفرايزيشن اوف ووند وذ كلوزلي ابروكسيميتد ايج يحدث خلال يوم او يومين لكن هذا اللارج الجاب الكبيره بسبب الانفكشن راح ياخر هذه العمليه. اخر سلايد هو حاطط لكم هذا الفيجر حتى تعرفون بالبدايه راح يصير الهيموستاسيس راح يجي بلاد للمنطقه ويجيب لي كل الخلايا اللي انا احتاجها. من جت الخلايا عن طريق البلاد سبلاي الانجيوجينيسيس راح يصير عندي انفلاماتوري رياكشن هذا الانفلاميشن بعدها راح يصير بروليفريشن اوف ذا سيلز بعدها راح يصير ريموديلنج للتشو اللي
نوصل بالنهاية إلى الستارت شو خلصت محاضرتنا.